الظاهر والمخفي، مؤشرات الخلاف بين السعودية والإمارات. شهد مطلع شهر يوليوز الجاري سلسلة تطورات توحي بتصاعد الخلافات وبشكل متسارع بين السعودية والإمارات العضوين الجاريين في مجلس التعاون الخليجي. ولفتت صحيفة أمريكية إلى تباعد مصالح الرياض وأبوظبي مرة أخرى حول قضايا تتراوح بين انتاج النفط واليمن والتطبيع مع إسرائيل وطريقة التعامل مع الوباء. أول مؤشر أظهر تصاعدا في العلاقات بين البلدين للعيان كان قرار السعودية وقف الرحلات من الإمارات وإليها في ظل تفشي متحور كورونا اعتبارا من 4 يوليو، بعدما أصدرت الداخلية السعودية قرارا بمنع سفر المواطنين دون الحصول على إذن مسبق من الجهة المعنية إلى كل من الإمارات وإثيوبيا وفيتنام.